لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم الخميس وصل بحمد الله وبفضل وصول سيارة لحوم الأضاحي لمحافظة بني سويف محملة بثلاثة أطنان من اللحم، يصبح إجمالي ما تم إرساله إلى محافظة بني سويف 22 طنا حتى الآن. وصلت اليوم الخميس الموافق 12/8/2021 الدفعة الخامسة من لحوم صكوك الأضاحي إلى مديرية أوقاف الفيوم، والدفعة اليوم 4 طن من اللحوم، وبهذا يكون قد وصل إلى المديرية 18 طن. وصلت اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى سيارات وزارة الأوقاف محملة بلحوم صكوك الأضاحي، خصصت حصة مديرية أوقاف جنوب سيناء ب 2 طن من اللحوم كدفعة ثانية بعد وصول الدفعة الأولى وكانت هي الأخرى 2 طن، فيكون إجمالي ما وصل إلى محافظة جنوب سيناء الآن من لحوم صكوك الأضاحي 4 أطنان. فقد تسلمنا اليوم الخميس الموافق 12/8/2021 الدفعة الرابعة من لحوم الأضاحي لمحافظة كفر الشيخ وقدرها 3 طن، ليكون عدد ما استلمناه من لحوم الأضاحي 14 طن. فقد وصلت إلى مديرية أوقاف البحيرة 3 أطنان، ليكون إجمالي محافظة البحيرة 18 طنا إلى الآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.